تتابعونا في هذه الحلقة من صدى الأسبوع، خلاف حول نقل كلية الطب من جامعة إب إلى جبلة. معهد جميل غانم للفنون من معهد ثانوي إلى أكاديمية. ضحايا أبرياء لأسطوانات الغاز التالفة وشركة الغاز تحذر. سوق حراج الأسماك المركزي بالشقرة يفتقر لثلاجة أو مصنع ثلج. في لحج موسم للسيول ومزارعون يشكون مشاكل الري. عزلة أديم بتربة تعز، طراز معماري فريد. انتشار مادة تبغية بين الشباب بخطر كبير عليهم. محمية الحسوة الطبيعية بعدن منتجع سياحي ينقصه الاهتمام. الهدوة طقس أعراس النساء في ريف حجة التهامي. صدى الأسبوع يأتيكم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت صنعاء، ويعاد السبت 2:30 ظهرا 8:00 مساءً.